السلام عليكم، أهلا ومرحبا بكم في سلسلة جديدة من لايت بورد. السلسلة دي هتتكلم على مبادئ الاستورج. يمكن احنا المرات اللي فاتت كنا نتكلم على حاجات ادفانسد قوي وحاجات فور فيوتشر وحاجات هنستخدمها بس في حالات معينة وفي كيسز معينة، لكن حاولت النهاردة ان احنا نعمل كده سلسلة هتتكون من 3 أجزاء هتتكلم على الاستورج كونسبت. كلنا طبعا في اغلب الشركات بتستخدم ستورج بغض النظر عن حجمها وشكلها ونوعها وطريقة استخدامنا ليها، لكن اكيد 99% مننا بيستخدم ستورج بشكل او باخر. لذلك هنا هنتكلم على الكونسبت الخاص بالستورج، المبادئ. يعني هتكون حتى السلسلة اللي هتتكون من 3 أجزاء ديت هي متخصصة لكل الليفلز، من اول المبتدئ خالص للمتوسط لغاية الادفانسد هيقدر يستفاد بالسلسلة دي بشكل او باخر. هنقسم الـ3 أجزاء دولت. اول جزء هنتكلم فيه على الكونسبت الخاص بالستورج من ناحية انواع الهارد ديسك، الريد تكنولوجي، والكونكشن بروتوكولز الخاصة بالستورج بتاعتنا. في الجزء الثاني هنتكلم على فروق بين الانسان والناس والاوبجكت ستورج. هنتكلم على الستورج ككونتنت او داخليه بتتكون من ايه، كستورج بروسيسور، ككنترولر، ك اتش بي اي، كفابريك سويتش وغيره. في الجزء الثالث هنتكلم على بعض التكنولوجي الموجوده دلوقتي في الستورج بنسميها سيرفيس او سوفت وير الموجود في الستورج. دي حاجه جديده شويه والشركات كلها دلوقتي بتعتمد او بتتميز في الجزئيات ديت، حاجات زي التيرنج، حاجات زي الاوتو كاشنج او الفاست كاش على حسب المسميات اللي موجوده في الشركات، الدي ديبليكيشن والباك اب سوليوشن، الريبليكيشن، المترو كلاسترنج وغيره. دي حاجات تعتبر سوفت وير اضافي بيكون على الاستورج، بيديك بعض الفيتشر وبيديك بعض الكابابيلتي الاضافيه على الاستورج عندنا. طيب نبدا كده من ابسط شيء لغايه لما نوصل للمستوى الثالث اللي هو اعلى شيء. ابسط شيء عندنا هو موضوع الهارد ديسك عندنا. طبعا كلنا عارفين الهارد ديسك الموجود عندنا، وكل واحد عنده طبعا هارد ديسك، وتكنولوجيا الهارد ديسك بقى لها اكتر من 50 سنة، من اول هارد ديسك عملته اي بي ام في الـ50ينيات. فالهارد ديسك اللي هنتكلم عليه النهارده امكو ايه انواع الهارد ديسك بصفه عامه بشكل سريع يعني. اوكي، هنتكلم كده من اول الهارد ديسك اللي هو كان اقدم هارد ديسك اللي هو بيسموه الاي تي اي هارد ديسك او اللي بيسموه الباتا اللي هو بيرمزوا له بي اي تي اي، وكان ده يعتبر هارد ديسك مشهور قوي حتى فتره قريبه وبعض حتى لسه الناس بتستخدمه حتى الان. كان هارد ديسك اللي هو المعروف بتاعنا اللي هو بيبقى ليه كده كونكشن عريض، كابل كده عريض زي ما انتم شايفين في الصوره كده دلوقتي. كان هو هارد يعتبر كسرعه ما كانش اقول لك مثلا سريع زي نفس السرعه يعني بمعنى اخر مع الساتا وهكذا، ان هو كان 7200 او 5400 او حتى ما كانش في 10000 حقيقه في الكابلات ديت، لكن هو كان في 7200 و5400 يعني ممكن الشباب في الساتا من ناحيه الار بي ام، لكنه كان يختلف فيها في ناحيه الكونكشن اللي هو اللي كان بيكمل كونكت خلال الكابل. الكابل ده كان بطيء وكان بيتاثر بالماجنتيك اللي موجود في الكيسه وفي المذر بورد، كان عيبه هو ده البطء اللي موجود فيه، لكنه كان ار بي ام، كان يا اما 5400 ار بي ام اللي هي كام لفه في الدقيقه او 7200 ار بي ام. لكن كانت مشكلته في موضوع الكونكتيفيتي الخاصه بيه، واللي هي كانت زمان كانت الاول 66 ميجا هرتز وبعد كده عملوها 100 وبعد كده كانت وصلت 133. طبعا دي كانت سرعه بطيئه في عمليه الترانسفير الخاص بالداتا. لذلك الموضوع اتطور ونزل لنا موضوع اللي هو الساتا. ده طبعا يعتبر اشهر واحد حاليا موجود، وكل الناس طبعا عندها سواء في البي سي بتاعها سواء في اللابتوب سواء حتى في سيرفرات موجود في نوع من انواع الساتا. الساتا ده يعتبر لسه مازال بردك هو في منه 5400 بس يعتبر نادرا، وطبعا الاشهر اللي هو 7200 اللي هو المنتشر عندنا. طبعا في الوان منه يقول لك البلاك والريد والحاجات دي كلها، دي حاجات بتختلف من ناحيه استخدامه، من ناحيه توفير الكهرباء، من ناحيه الكاشنج، من ناحيه موضوع اللي هو لونج ران بتاعته، حاجات اللي هي مصنعه عشان يشتغل تحت ضغط، لكن من ناحيه البرفورمانس ما بتفرقش كتير. وفي ممكن طبعا لو حاجات بيبقى في حاجات 10000 لكنها نادره جدا.
اوكي مش في النوع ده، لان هو دايما الساتر يكون مصمم للحاجات الاند يوزر البسيطه. حتى في السيرفرات بيكون في حاجات بنستخدمه في الاركايفنج، حتى في الاستورج بره بيسموه نير لاين ساس بره، بنستخدمه في حاجات زي الباك اب واركايفنج داتا وهكذا، فما بنستخدمش السرعات العاليه فيه. المميز في الساتا هنا هو سرعه الترانسفير الخاصه بيه. كان هنا برضك بدا من اول بقى 600 ميجا هرتز، وطلع بقى حاجات دلوقتي ارقام، يعني مش عاوزين نتكلم فيها، ارقام خرافيه اكتر من استخداماتنا بكتير. النوع اللي بعد كده اللي ظهر عندنا ويعتبر هو مصمم اكتر للبيزنس، اللي هو الساس. لكن قبل ما اتكلم على الساس، في نوع كده في النص اللي هو بيسموه السكازي. يعني سكازي كان هو اختراع جميل جدا عشان يحاول يسرع عملية الـ ATA تحديدا، لانه كان السكاز ده يعتبر بين الـ ATA وبين الساتا، يعتبر هو قديم. كان هو مصمم اساسا للبيزنس، مصمم للسيرفرات، لانه كان مصمم في لعبة الجزئية الـ RBM العالي، لانه كان طبعا فيه 7200 وكان، لكن كان متميز بقى اللي هو 10K و15K. كان هو ده طبعا اهم ميزه فيه، وكان اغلب السيرفرات اللي بنتكلم طبعا من حاجات من 10 سنين واكتر، كان اغلب السيرفرات والاستورج بتيجي بهاردات سكازي. كانت هاردات ضخمه شويه وانترفيس بتاعها شكله غريب كده، لكنها كانت تتميز عن الـ ATA تحديدا، لانها كانت قبل الساتا واشتغلت مع الساتا فتره طويله لغايه ما نزل لنا موضوع الساس. كانت هي المتميز فيها موضوع الـ RBM بتاعها الاعلى، فبالتالي بتدينا IO اعلى. نرجع طبعا لموضوع الـ IO بعد كده. لكنه ما انتشرش قوي وما توسعش قوي، وبعد ما ظهر عندنا الساس طبعا قضى عليه تماما. حتى هو الساس، كلمة الساس اللي هو يعني حاجة تطور من الاسكاسي اختصار لي. اوكي طبعا الساس هو يعتبر الاشهر حاليا بلا منافس، هو والساتا. يعتبر الساتا مسيطر على الاند يوزر وبعض اجزاء من حاجات الاستورج، والساس يعتبر مسيطر على سوق البيزنس اللي هو الشركات وغيرها، سواء الهارد الموجود في السيرفرز او سواء الهارد اللي موجود في الاستورج. ليه؟ لانه طبعا يتميز باكتر من حاجه. سرعاته طبعا كذا نوع من انواع السرعات، عندك 7200 10 15 وهكذا، طبعا اقصى حاجه في نوعيه الار بي ام، مش هنتكلم لسه سوليد ستيت. بلس ان الترانسفير بتاعه دلوقتي ب 12 جيجا هرتز، بنتكلم هنا بالميجا، بنتكلم هنا طبعا بارقام خرافيه. هنا بنتكلم على 10 وفي بنتكلم على 15. اوكي والترانسفير هنا بنوصل لغايه 12 جيجا هرتز، ترانسفير طبعا رقم كبير. اوكي فهنا بيدينا اوبشن اعلى بكتير، بالذات حجمه حتى اصغر، يعني ممكن في منه انواع اللي هي 2.5 انش، حجم صغير جدا والدرابيلت بتاعته عاليه والسبورت بتاعه عالي وهكذا. فتلاقي ان الساس هو الاشهر دلوقتي في موضوع البيزنس، والساتا هو الاشهر في موضوع الاند يوزر. طيب في انواع هاردات ثانيه؟ اه في عندنا دلوقتي الاس اس دي. الاس اس دي ككونكتيفيتي يعني زي ده، هو نفس الشكل بتاع الساس، لكن الاس اس دي مختلف على بقيه السابقين كلهم في ايه؟ طبعا اكيد كلنا عارفين هو مختلف ان هو مش ماجنتيك، مش نظام بقى بلاترز ومنها اسطوانات وبتلف ولها كونكشن او حاجه بتقرا منها الابره اللي احنا بنتكلم عليها ويقرا من البلاترز الموجوده. التكنولوجيا دي طبعا موجوده من اكتر من 70 سنه ولسه موجوده حتى الان في كل الانواع دي. لكن الاس اس دي مختلف تماما، شغال بنظام الشيبسيت، عندهم اي سيز، والاي سي ده بتتحفظ عليها الداتا، عامله زي الفلاش بتاعتنا اليو اس بي فلاش وهكذا. الساس اس اس دي هنا طبعا يعني روعه، هو التكنولوجي طبعا الفيوتشر، هو كل انواع الهاردات بتاعتنا سواء اللي هي شغاله بالكونكشن بتاع الساتا او الساس، هي بتتحول دلوقتي بشكل او باخر لتكنولوجيا السوليد ستيت. فالسوليد ستيت هي الكونكتيفيتي بتاعتها زي الساتا او اس اس دي، لكن الاختلاف هو في الماجنتيك اللي جوه، ان هو مش ماجنتيك فيلد، ده هو شغال اي سيز خلاص، مفيش حاجه بتدور، مفيش حاجه ميكانيكية بتشتغل جوه الهارد ديسك بتاعك. طبعا موضوع الاس اس دي طبعا هو موجود من كذا سنة، يعني انا نفسي بستخدمه من 2010،
لكن طبعا كان سعره خرافي جدا. دلوقتي طبعا سعره نزل قوي ومسألة وقت وسعره عمال ينزل ينزل ينزل، بقى دلوقتي في متناول اغلب الناس، حتى ممكن تستخدمه في البيرسونال بي سي، مش لازم دلوقتي يعني تستخدمه، حتى من زمان بيبقى مستهدف في الشركات وهكذا، ممكن اي حد يستخدمه حاليا بسبب سعره الصغير. طبعا هو الاس اس دي بالذات فيه يعني كاتيجوريز كثيره، يعني ممكن تلاقي الهارد الواحد اللي هو مثلا 400 جيجا، ولا ارقام 200 400 800 وهكذا. لو شفت مثلا تقول لك 400، في ممكن تلاقي واحد ب 100 دولار، وفي نفس الوقت واحد 400 ب 1000 دولار. ده هنا بيختلف على موضوع السرعه بتاعته الداخليه، الاي او وغيره. ويعني فهنا بنركز قوي ان انت لازم تقرا كتير قوي عن السوليد ستيت، ده الهارد بتاعك هيديك كام اي او، وكام اي او ده في حالتي، في حاله الريد بس، ولا في حاله الرايت، ولا في حاله الراندوم، ولا في حاله ايه بالظبط، لانها بتختلف بشكل بشع بين كل هارد والتاني، وبتختلف بشكل ضخم جدا على حسب السعر، وفي كاتيجوريز كتيره، السيرفر وانتربرايز وغيره. فلازم انت بتشيل هارد ديسك بتاعك سوليد ستيت، لازم تتاكد من موضوع الاي. طيب قبل ما نتنقل موضوع الهارد ديسك، عندنا في نوع اخير هو ده يعتبر الاسرع حاليا والاغلى اللي موجود عندنا دلوقتي، وهو ال NVMe. ال NVMe يعتبر هو تكنولوجيا كده ميكس بتوين السوليد ستيت، هو بالفعل عباره عن سوليد ستيت هارد ديسك اي سيز، لكن مش بيكونكت زيه. يعني الاس اس دي كان بيكونكت في السيرفر بانترفيس ساس جوه السيرفر، هو شكله كده لما تشوف الهارد ديسك السوليد ستيت، يا اما لو بي سي هتلاقي شكله عامل زي الساتا، او في سوليد ستيت شكله عامل زي الساس، لكنه يعني بيتصل نفس الاسلوب التكنيك بتاعهم ونفس سرعتهم، لكن الايو طبعا مختلف تماما والتكنيك من جوه مختلف تماما. لكن الام ام في ام اي هو بنفسه اي سيز، لكن الانترفيس بتاعه مختلف. والانترفيس هنا بنتكلم ان هو انترفيس اللي هو بي سي اي انترفيس او بي سي اي اكسبريس. اوكي، هنا طبعا بيديك سرعه خرافيه، يعني انت هنا طبعا اسرع حاجه ان هو يبقى عندك كارت بي سي اي راكب على المذر بورد، فعمليه الترانسفير هنا سريعه جدا، مش بنتكلم طبعا ب 12، بنتكلم بارقام اكبر من كده بكتير. يعتبر مفيش اسرع من الليفل ده، لكنك حاطط هارد راكب كانه زي كروت الشاشه ولا الصوت ولا النتورك ولا غيره، راكب مباشره على المذر بورد، فبيديك سرعه في الترانسفير وهميه. بالاضافه طبعا ان هو الاي سيز اللي عنده بيكون حاجات عاليه قوي، يعني زي الانتربرايز ليفل في السوليد ستيت، فبيديك سرعه عاليه من ناحيه الاي او، وسرعه ترانسفير عاليه جدا من ناحيه الترانسفير الداتا بينك وبين المذر بورد والبروسيسور والرام وهكذا. فده يعتبر هو اسرع حاجه موجوده حاليا وبدات تنتشر بشكل كبير. هي على فكره ما هيش جديده قوي، انا بقولك بشكل شخصي كنت جايب كارت من 5 سنين من شركه او سي زد، حتى قبل ما يسموا اللي هو التكنولوجيا دي اسمها ان في ام اي، لان هم عملوا التكنولوجيا دي في البدايه عشان يحلوا مشكله الترانسفير في ناحيه السوليد ستيت، ان هو كان عندك اي او عالي جدا موجود الهارد بيطلعه، لكن كان عندك البوتل نيك في الكونكتيفيتي الكابل، لانه كان في الاول كان عندك الكارت اللي هو ال NVMe قبل ما يسموه NVMe، كان عندك المشكله ان عندك ثروبوت عالي جدا من ناحيه الاي او، لكن الترافيك بطيء. ليه؟ لانه كان شغال بكابل ساتا، فالكابل ساتا عندك ليميت معين من الترانسفير، فكان هنا عندك بوتل نيك من ناحيه الترانسفير، لذلك عملوا التكنولوجيا دي في البدايه عشان يحلوا المشكله دي. طبعا اتطورت بشكل كبير جدا دلوقتي، وعملت منها كذا نوع، وبقت منتشره بشكل كبير، وهي اسرع حاجه دلوقتي في عمليه الاي او والترانسفير. اوكي، طبعا الموضوع ده هيستوريكال ممكن تقرا فيه على ويكيبيديا بشكل كبير قوي، وانواع واشكال وغيره. لكن قبل ما ننقل للموضوع ده، هنزود على نقطه اللي هي موضوع الاي او. الكلمه دي عمال اقولها كتير عندنا، خدها مني كده قاعده عندك دايما، الاي او هي ديت اللي هو الانبوت والاوتبوت. يعني المقياس الحقيقي في اي نوع من انواع الهارد ديسك او اي نوع من انواع الاستورج، سان ناس ستورج عاديه حتى اللي موجود في اللابتوب بتاعك او البي سي او غيره، هو الاي او. الاي او يا جماعه هو الانبوت والاوتبوت في الثانيه الواحده. اوكي، وهو ده المقياس الحقيقي في اي هارد ديسك. بمعنى لما اقول لك مثلا الهارد ديسك ده اقيمه على اي اساس؟ يعني لو مثلا بنتكلم في نتورك، اه بقيمها بالباندوث بتاعتي. لما بقيم بروسيسور مثلا بقول له بالميجا هرتز ولا جيجا هرتز. لما بقيم رام بقيمها بالسبيد بتاعها الباص، وبقيمها بالسايز بتاعها. فده ارقام معروفه. طب الهارد ديسك
دايما الناس تقيمه بالسايز، وده اكبر خطا قاتل بشوفه في حياتي. يقول لك ده الهارد ديسك، انا عندي هارد ديسك 2 تيرا، انا عندي هارد ديسك 10 تيرا، انا عندي هارد ديسك كذا. يا جماعه ال 100 جيجا زي التيرا زي ال 10 تيرا في السبيد، مش معنى ان هو الهارد مساحته كبرت بقى اسرع، لا. سرعه الهارد بتعتمد على حاجات تانية. سرعه الهارد بتعتمد اول حاجه على الار بي ام بتاعه كام، والباص بتاعه كام، وممكن كاش، بس ده حاجه مش مهمه قوي في اغلب الاحيان، مش مقياس. لكن المقياس الحقيقي هو الار بي ام في اول حاجه، وتاني حاجه هو الباص بتاعه. فالباص يعني دلوقتي مبقاش هو مشكله، مش البوتل نيك بتاعي، لكن البوتل نيك دايما هو الار بي ام، بالذات في الهاردات اللي هي الماجنتيك الميكانيكيه. ليه؟ لان هي ليها حد معين. يعني على سبيل المثال هتلاقي الار بي ام مثلا بتاع ال 7200 دايما هتلاقي بيديك ما يقارب من 75 اي او، ده يعتبر شبه ستاندر لانه ماجنتيك لماكسيم، حتى مع اختلاف الشركات ممكن تزود 10 تقلل 10، لكن متوسط 75 اي او. ال 10 كي هتديك ما يقارب 225 اي او هنا في الثانية، بيقدر يكتب ويقرا في 125 اي او في الثانية. ال 15 كي هيديك ما يقارب 175 اي او. هنا طبعا ال 175 اي او او 125 طبعا لها قواعد معينه، ان هي ديت حاله الراندوم، يعني اللي بيقدر يكتب في نفس الوقت. بعض الاحيان لما بتكتب بس بيكون اعلى، بعض الاحيان ما تقرا بس بيكون اعلى، يعني لما تكتب راندوم بيكون ابطا، لما بتكتب سيكونشال يعني داتا تنكتب ورا بعض بشكل مرتب ممكن تبقى اعلى، لكن المتوسط اللي انت هتاخده هو 175 اي او. يعني طبعا ليها حسابات كتير، ولما تقعد تقرا شويه في نوع الهارد ديسك اللي انت تشتريه هتلاقي جايب لك كده ستاتكس بان هو سرعته في حاله الريد رايت بس، في حاله السيكونشال، في حاله الراندوم، وهكذا. فاقرا اول المعلومات دي، لكن دي متوسطات، يعتبر دي حاجات شبه ستاندر على مستوى العالم في الهاردات الماجنتيك. يعني ما يختلف في الشركه ويسترن ديجيتال هيتاشي ايا كان هتلاقي الارقام ديت شبه موحده. طيب ده في ناحيه ايه؟ الهاردات الماجنتيك. في الهاردات السوليد ستيت او الان في ام اي هنا ما اقدرش اديك رقم. ليه؟ لان ده بيعتمد على الكواليتي الخاص بالاي سيز. هنا في تفاوت رهيب، ممكن تلاقي هارد ديسك اس اس دي بيبدا من 1000 اي او، وفي منه بيبدا بمليون. يعني شوف الفرق الفظيع. في حاجات هنا ان في ام اي بيديك مليون وشويه اي او، طبعا رقم خرافي لكنه موجود. طيب اعرفه ازاي؟ هنا للاسف مش مقياس، يعني تلاقي بشكل ما قلت لك من شويه ممكن الهارد ب 100 والهارد ب 1000 دولار. الفرق الاساسي هو بيقدر يطلع لك كام اي او، وكام اي او ديت في حالتين، حاله الريد والرايت وهكذا. بلس على فكره في حته كده نادرا حد بيعرفها ممكن يضحك عليك فيها، حته ان هو البلوك ليفل، ان هو ممكن يقول لك مثلا بلوك ليفل، وانا كنت بكتب بعمل بلوك ليفل ان السايز بتاع الاتش فايل اللي انا بكتبه 4 كيلو، ده اللي هو الستاندر مثلا بتاع مايكروسوفت او غيره. لو هو زود البلوك ليفل لواحد ميجا زي الستاندر بتاع في ام وير لما بتكتب هتلاقي رقم الاي او اختلف جدا وكبر جدا. فخلي بالك بقى رقم يطلع لك الاستاتيك، يبقى شوف البلوك سايز اللي هو بيكتب فيه قد ايه، بيختلف قوي الحته ديت من الحاجات دي اللي الناس ما بتنتبهش فيها قوي. لكن الام في ام اي او السوليد ستيت طبعا قلت في تفاوت رهيب من الانواع، لذلك لازم لما تروح تقرا تبقى انت عارف انا عاوز كام اي او، واروح ادور على هاردات بتطلع لي الرقم ده، لان هنا مفيش استاندر تماما. يبقى احنا هنا بس عشان يبقى طلعنا من حاجه معلومه هنا، ان احنا دايما نركز على الاي او في ناحيه الهارد ديسك، هو ده المقياس الحقيقي مش السايز. ما تفرحش ان هو اداك كبتيره، ما تفرحش ان هو اداك سايز كبير زي ما انا بشوف في الاف يعني اليوز كيسز. تلاقي جايب ستورج وفرحان قوي انا جايب ستورج 200 تيرا، يا سلام. طب نيجي نشتغل عليها، طبعا جايب لك برفورمانس حاطط لك عليها كلها هاردات على فكره اللي بيسموها نير لاين ساس، بيزودوا ان كده اللي هي الهاردات اللي بتركب في الستورج دي، طبعا هاردات ساتا عاديه و7200، وطبعا مديك ارقام خرافيه ان جايب لك كل هارد 8 تيرا ضارب لك كده في 20 هارد. هو طبعا رخيص جدا بالنسبه للشركه، مديك ستورج رخيصه جدا في نفس سايز كبير، لكن برفورمانس في الاخر ما بتطلعش 500 اي او. تيجي تشغل ابلكيشن، تشغل 3 4 فيرتشوال ماشين، تلاقي البرفورمانس متدمر تماما ومفيش اي حاجه بتشتغل، الدنيا بطيئه جدا وهكذا، وفرحان طبعا بالسايز مش فاهم ان هو يبص على الاي او. ودي مشكله قاتله بشوفها في عشرات الشركات اللي اغلب الناس ما بيكونش عندهم
اوير بالمعلومات ديت. فبالتالي الراجل السيلز اللي بيبيع لك الاستورج ما دام هو مش شايف ان انت فاهم كلمه الاي او، مش فاهم ايه انا محتاج كام اي او بمعنى اخر. يعني طبعا دي النقطه الثانيه، لما بقى فاهم يعني ايه اي او. النقطه الثانيه لما اروح اجيب استورج بشوف انا محتاج كام اي او، ديبند على ايه؟ ديبند على الابلكيشن بتاعي. بشوف اه الداتا بيس بتاعتي دي محتاجها كام اي او، الاكشنج بتاعي، الاكتف دايركتري، الاي ار بي سيستم وغيره، وبجمع كده كميه الاي او بتاعتي. انا عاوز مثلا استورج بتطلع لي 10,000 اي او. على هذا الاساس هو بيعمل لك سايزنج. هو عنده التكنولوجيا على فكره، وممكن يساعدك حتى في موضوع الكالكوليشن اللي ممكن انت محتاجه بسوفت وير بيحطه لك لمده اسبوعين، وبياخد المتوسط من اسبوعين لشهر، متوسط الاي او اللي انت بتستخدمه، وبيعمل لك ستورج بتطلع لك الرقم ده. ده طبعا لو انت فاهم هتفهمه الحته دي، هو هيشتغل. هو عنده على فكره التولز وعندهم التكنولوجي اللي تعمل لك الكلام ده كله، ما هياش حاجه صعبه ولا هي حاجه. لكن لو لكن انت مش فاهم هيديك حاجة رخيصة جدا عشان يكسب ويمشي الديل، وحتى هيبقى حرك بشع غالي مش رخيص. طيب يبقى احنا شفنا دلوقتي ايه انواع الهارد ديسك، بلس شفنا موضوع ايه مفهوم الاي او، ركز عليه قوي الاي او ده. طيب هنتنقل لجزئية تانية، وهي جزئية انواع الريد. يمكن احنا شفنا انواع الريد كتير، يعني ده حاجه قديمه شويه مش عاوز ادخل فيها كتير، لان هي موجوده على الانترنت بشكل ضخم. يعني حتى انا كنت عامل فيديو في 2007 كنت بشرح فيه موضوع الريد ده على مايكروسوفت، وهو كونسبت موجود من قديم الزمن وهيفضل طول العمر، مفيش يعني منافس ليه ولا اي شيء. مفهوم الريد كنترولر او الريد عندنا بصفه عامه، ان انت بتعمل عمليه ريدندنسي او هاي افيلابيلتي للهارد ديسك بتاعك. بمعنى ان انا عندي دلوقتي اكتر من هارد ديسك موجود جوه الاستورج بتاعتي، ازاي هقدر اكتب جوه الهارد ديسك ده؟ اول حاجه بقدر استفادها من الريد ان هو بيجمع لي المساحات كلها بتاع الهاردات، اقدر اكتب عليها في نفس الوقت. يعني لما كنت انا لو عندي كده هاردات منفصله راكبه في مثلا جهازي، بقدر اشوف كل هارد لوحده، لازم اقعد اكتب احدد كل الداتا اللي هكتبها هنا وهنا وهنا. لما بعمل ريد بيعمل كل الهاردات دي مع بعض كده بول، وبتظهر لي في اقدر اعملها منها 1 فوليوم او 1 بارتيشن، يعني مسمى كده طبعا في الاستورج بنسميها لان، لكن هنا هتفتكر ان هي 1 بارتيشن عشان انت شايفها جوه الونز بتاعك 1 بارتيشن. فبيجمع لك كل الهاردات ديت كانها 1 هارد ديسك. ده حاجه، بس دي حاجه مش مهمه. الحاجه الاهم من كده هي موضوع الريدندنسي، معنى ان انت لو عندك هارد ديسك من الهاردات اللي هي بيتكون منها المجموعه الكبيره ديت، لو واحد منهم حصل له داون اوتوماتيك هو في ريدندنسي، يعني داتا مش هتخسرها. ان هو لو عندك هارد على حسب السيناريو بتاعك، ان انت عندك ريد 5 مثلا، يبقى عندك هارد ديسك واحد لو حصل له داون فيلير يعني كهارد ديسك، الداتا مش هتضيع، داتا موجود منها نسخه بارتي موجوده على بقيه الهاردات. لو عندك مثلا ريد 6 هتلاقي في عندك هاردين بارتي لو حصل لهم فيلير، في عندك الداتا موجوده على بقيه الهاردات. لو عندك ريد 10 نص عدد الهاردات لو ضاع عندك النص الثاني موجود، وهكذا. فعندك هنا الفايده بتاعه الريد، الحاجتين اللي احنا قلنا عليهم عندنا. طبعا في بعض الاحيان يقول لك على حسب نوع الريد بيكون سرعه الكتابه اعلى، سرعه القراءه اعلى. مش هخش ديتيلز هنا كتير لان موجود على الانترنت بشكل ضخم جدا، وبيوريك الفروق بين انواع الريد. واحنا طبعا موضوع الريد عندك في اشهر انواع، مثلا في عندك ريد زيرو، وده عباره ان انت بتعمل اكتر من هارد ديسك مع بعض وبتشوف السايز بتاعهم التوتال في نفس الوقت. لكن هنا مفيش اي ريدندنسي، بمعنى لو واحد حصل له داون الداتا كلها هتضيع، مفيش ريدندنسي هنا، لكن بشوفهم كلهم از بالك، كلهم مساحه واحده. في عندك تاني حاجه اسمها ريد 1، وده اللي احنا بنسميه الميرور، ان احنا بيجيب عندنا هاردين اتنين تيبيكال من بعض. الهارد الاولاني اهوت في نسخة من الداتا الموجودة عليه بشكل كامل موجودة على الهارد ديسك التاني. أي حاجة بتنكتب هنا اوتوماتيك بتنكتب هنا. هنا بيكون عنده طبعا بشوف السايز نصه، لأنه بس بيظهر لك سايز واحد نص واحد، يعني واحد هارد ديسك واحد والهارد التاني ريدندنسي ليه. لكن هو الجميل فيه إن أنت عندك فولي داتا موجودة هنا وموجودة هنا، يعتبر سينك داتا، أي داتا بتنكتب هنا اوتوماتيك بتنكتب هنا. لو حصل لي فيلير هنا ده أوريدي موجود عندي، فهنا في عندي ريدندنسي. طبعا لكنه عيب ان هو بيكون هاردين اتنين بس، ما اقدرش اعمل اكتر من هاردين. طبعا بيستخدموه اكتر دايما لما اعمل الاو اس بتاع السيرفر، بحط اعمل ريد 1 اللي هو ميرور عندي. في عندك نوع ثالث اللي هو ريد 5، طبعا بقول اشهر، في انواع ريد اكتر من كده بكتير زي ما هتشوفوا على الانترنت، ان هو بيكون عندي ثلاث هارد ديسك
والثلاث هارد ديسك دول مينيمم، ثلاث هارد ديسك مع اخر ممكن تعمل اكتر، في عن ثلاث هارد ديسك مينيمم عشان نعمل ريد 5. الثلاثه دول بيبقوا سينك مع بعض، الداتا هنا بتنكتب بشكل معين عشان لو حصل اي فيلير فيهم هيحصل يبقى في ريدندنسي. على سبيل المثال مثلا اقول لكم مثال بسيط، لو ان احنا عندنا داتا بتتكون من ثلاث فايلات مثلا، فممكن يعمل ايه؟ عندي فايل واحد واثنين وثلاثه، فاوتوماتيك بيكتب مثلا واحد واثنين هنا، وبيكتب فايل رقم اثنين وفايل رقم ثلاثه هنا، وبيكتب رقم فايل رقم واحد ورقم ثلاثه هنا. طيب استفاد من ده ايه؟ لو هو وزع الفايلات بالشكل ده، استفاد ان انا مثلا لو جيت في سيناريو قلت مثلا هارد ديسك الاولاني ده حصل له فيلير. طيب الاقي ايه؟ ده حصل له فيلير، طب فين الداتا بتاعتي موجوده؟ اه موجوده عنده فايل واحد واثنين وثلاثه. طيب ده لو حصل له فيلير. اه لا ايه عند واحد اثنين ثلاثة. طيب ده لو حصل له فيلير، طبعا واحد في نفس الوقت مش ثلاثة بيحصل لهم فيلير او اثنين بيحصل لهم فيلير، لو اثنين الدنيا كلها هتبقى داون، لكن عندي هنا ماكسيمم 1 هارد ديسك بيحصل له فيلير، لو عملت ده حصل له فيلير لا واحد اثنين ثلاثة. فمعنى كده لو حصل لي فيلير في واحد هارد ديسك واحد اوتوماتيك عندي ريدندنسي منه موجودة على الداتا ديت موجودة على بقية الهاردات الثانية، فبيكون عندي ريدندنسي موجود مفيش مشكلة هنا. طيب اخر نوع هستعرضه اللي هو ريد 6، واللي هو عباره ان انا بعمل يعتبر هاردين اثنين، يعني هنا المينيمم طبعا هنحتاج اربع هاردات ولا حاجه، وبيكون عندي الاوبشن ان انا يحصل لي هاردين اثنين فيلير، الداتا بتنكتب بطريقه معينه ان انا يقدر يكفر ليا لغايه هاردين اثنين، حصل لي هاردين اثنين فيلير في نفس الوقت اقدر اشتغل مفيش مشكله، لكن اكتر من كده طبعا بيبقى الديزاستر حصل مع كل الداتا بتضيع. طبعا في ريتين، ريتين طبعا بيبقى يعتبر بيعمل شبه ميرور مع ريت 5 حاجه يعني، بس بيضيع لك مساحه كبيره. طبعا كل واحد من الانواع دي فيها ديتيلز كتيره، من ناحيه مثلا يبقى عندك ريت 5 السرعه بتكون مثلا في ريد اعلى، في الرايت اقل، الريد 0 بيكون كذا، الريد 1 بيكون الكتابه اسرع والقرايه اقل، هتلاقي هنا فروق كتير جدا من ناحيه الريد والرايت والريدندنسي والسايز، فلازم تعمل عمليه توازن بينهم، بين السايز والافيلابيلتي وهكذا. مثلا لو استخدمت ريد 6 او ريد 10 هتلاقي سايز كتير ضاع منك، نص السايز ممكن يكون يضيع، اوكي، لكن مقابل ان هيديك افيلابيلتي اعلى، فلازم توازنها بشكل صحيح. تكنولوجيا الريد يعتبر سبورتد في اي سوفت وير دلوقتي او اي سيرفرز او اي ستورج بكل انواعها، لكن انت اختار النوع اللي هيناسبك مقابل الافيلابيلتي مقابل السايز اللي انت هتاخده، مقابل طبعا الاي او بالفعل اللي انت هتستخدمه. الانترنت هتلاقي عدد رهيب جدا وعدد رهيب جدا من الناس اللي شارحه سواء عربي او انجليزي على انواع الريد، عشان كده مش هتدخل هنا كتير، هنخش في حاجات اعلى شويه سواء بالعربي او الانجليزي، حاجات على اليوتيوب كتير جدا بتشرح لك موضوع الريد بشكل انيميشن وبشكل سهل وبشكل بسيط. نتنقل للنقطه الاخيره عندنا، هو موضوع الكونكتيفيتي ستورج. يعني عشان نتكلم تحضيرا للبارت 2 وبارت 3 هنتكلم على الكونكتيفيتي ستورج. يعني ايه الكونكتيفيتي ستورج؟ انا لما بيكون عندي سيرفر وبيكونكت مع ستورج، او ان انا عاوز اكونكت مع ستورج عندي، الستورج بتاعتي ولا يفترض ديت مثلا ستورج مع اختلاف نوع هي سان ولا ناس، هنتكلم على الموضوع ده قدام. الستورج دي بكونكت عليها او هي بتكونكت على سيرفرات. اوكي. السيرفرات ده سيرفر 1 ولا سيرفر 2 ولا حتى بكونكت من بي سي. عشان كونكت عليها لازم محتاج التكنولوجيا اللي بتربط بين الاثنين اللي بيسموها ستورج بروتوكول. الستورج طبعا فيها مجموعه من الهاردات ايا كان نوعها، شكلها، تقسيمتها، معموله ريدي ازاي، الكلام ده كله مالناش علاقه بيه، لكن انا بتكلم هنا الكونكتيفيتي هنا ازاي؟ بتتم ازاي بيني وبين السيرفر؟ ده بيسموها كونكتيفيتي الاستورج بروتوكول. اوكي. طيب هنا في الاستورج بروتوكول عندي كذا نوع. عندي النوع الاشهر والاقدم والاقوى اللي هو الفايبر شانل. الفايبر شانل انا هنا بيكون عندي كونكتيفيتي بتوين الاستورج والسيرفر بتاعي عن طريق كابل فايبر. كابل الفايبر ده غير الكابل الفايبر بتاع النتورك. ده حاجه وده حاجه. حتى السويتش اللي بيكون بيننا وبين السيرفر بنسميه فابريك سويتش. الفابريك سويتش ده حتى بفاق غير الفايبر سويتش بتاع سيسكو ولا جونيبر ولا غيره، ده مختلف، ده بيشتغل بروتوكول وده بيشتغل بروتوكول. السيسكو بيشتغل تي سي بي اي بي وبيشتغل بالماك، هنا بيشتغل بحاجه اسمها دبليو دبليو ان بتكنولوجيا مختلفه تماما، يعني حتى ده ما ينفعش شركه المكان ده، مع ان هو شكلا واحد، انترفيس واحد، الكابل شكله واحد، لكن التكنولوجيا مختلفه.
فالفايبر شانلوفر ايثرنت هو حاجه ميكس الاثنين بين الفايبر وبين الكيبل، لكن هو ليه كاستمايزيشن شويه، ليه سويتشات خاصه بيه، ليه كابلات خاصه بيه بامتدادات معينه، ما هوش بيبقى كابلات طويله. طبعا بين السيرفرات والستورج مفيش مسافات كبيره بصفه عامه، مش محتاجين كابلات طويله بصفه عامه، لكن هو حاجه ميكس بيعدي الداتا ترافيك بتاع الايثرنت وبيعدي الداتا الخاصه بالستورج. ما هوش منتشر قوي حتى الان، ما بشوفوش في شركات كتير زي الفايبر زي الايسكاس. السرعات بتاعته بارك فيها 8 و16 جيجا وهكذا. اخر نوع عندي هو النوع اللي هو يسموه ال NFS او ال CIFS. ال NFS او ال CIFS اثنين بروتوكول الخاصين بالناس ستورج. لما نتكلم الفروق بين السان والناس، هنعرف ان هنا عندك NFS وعندك CIFS، ده بروتوكولات الشير اللي احنا بنستخدمها حتى بين الاجهزه وبين السيرفرات بيننا وبين بعض. ده ممكن كونكت على الستورج بتاعتي من خلال بي سي او لابتوب او سيرفر ببروتوكول ال NFS وال CIFS. ال NFS او ال CIFS اللي هو CIFS ده اللي هو شير الويندوز، وال NFS اللي هو شير اللينكس. ممكن اشير الفولدرات ديت على الستورج عندي لو هي الناس ستورج. السرعه بتاعته طبعا هو شغال ايثرنت بيور ايثرنت، يعني هو كابل عادي، كارت ايثرنت عادي موجود في البي سي بتاع او السيرفر او الستورج. بكونكت خلال الاي بي تي سي بي اي بي تكنولوجي بيور، بعمل شير فولدر تو باك سلاش والاي بي بتاع الستورج على الفولدر الشير، بقدر اكسسه على ديبند على البرميشن بتاعتي وهكذا. فهو مش محتاج اي هاردوير ريكويرمنت، هو الهاردوير اللي موجود عندنا في اي بي سي واي لابتوب واي سيرفر. فيعتبر هو ارخص نوع من انواع الكونكتيفيتي بتوين السيرفرز والستورج، او بين البي سي حتى والستورج. السرعات بتاعته تعتمد على سرعات الكابل النتورك بتاعك والسويتش. لو بيستخدم السويتشات العاديه بتاعه النتورك سيسكو او غيره، وشو بقى البورت بتاعك 10 1 ايا كان، بيعتمد على سرعه الكابل بتاعك، بيعتمد على الكابل بتاعك نفسه نوع ايه، كات 6 كات 7 كات كذا، لان كل واحد طبعا بيسبورت لغايه رقم معين من الترافيك. فهنا يعتبر هو ارخصهم خالص، لانه مش محتاج اي سبيشال ريكويرمنت، الريكويرمنت بتاعته موجوده في اي مكان. السبيد بتاعته بتعتمد على النتورك كارت والكابل والسويتش، فممكن تكون واحد، ممكن تكون 10، ممكن تكون 40، على حسب الوقت السرعات الموجوده عندنا. طبعا مش كل الكروت، طبعا عندك كروت 40 جيجا في السيرفر بتاعك او البي سي، لكن طبعا 1 او 10 متوفره في اغلب الاجهزه حاليا. دي بشكل سريع كده، لان يعتبر طبعا انا في ديتيلز كتيره جدا بتوين الكونكتيفيتي بروتوكولز الخاصه بالستورج، لكن انا حاولت الخصها بشكل سريع. يعني اعذروني في الجزئيه دي، مش عاوز اطول عليكم، اول الفيديو حتى مدته طولت شويه. فهنا طبعا موضوع الكونكتيفيتي بروتوكولز فيها شغل كتير جدا، فيها فنيات كتيره جدا، فيها مقارنات قوي من ناحيه السعر، من ناحيه السبيد، من ناحيه الريكويرمنت الخاصه بينا وهكذا. فلذلك لما تجيب ستورج حاول تجيب ستورج سبورت مالتيبل بروتوكولز، تكون سبورت اكثر من حاجه، تكون سبورت فايبر، تكون سبورت مثلا ال NFS وال CIFS وهكذا. في عندك ستورج دلوقتي بيسموها اليونيفايد ستورج، اللي هي تكون سبورت مالتيبل بروتوكول، السان بروتوكولز اللي هي الفايبر الايس كازي الفايبر شانل اوفر سبنت، ده طبعا دايما مرتبطين بالسان. اما ال NFS وال CIFS مرتبطين عددا بالناس. كان في حاليا دلوقتي بيها الستورج بيسموها اليونيفايد ستورج، اللي هي بتكون ميكس بين الاثنين، تكون بتقدر شغاله سان وتشتغل ناس، ويحطوا فيها كنترولر بتاع ناس ستورج عشان تقدر تشير فولدرز ستور شير فولدر من خلال السان ستورج. طبعا التكنولوجيات دلوقتي تعتبر داخله ببعضها شويه، حتى لما نتكلم على الفروق بين السان والناس هتلاقي فيه تداخل كبير جدا بتقول الاثنين، لان الاثنين بيحاولوا يقربوا من بعض من ناحيه السوفت وير، واغلب الستورج دلوقتي بتقدم لك الاثنين مع بعض. فاعذروني ان احنا ما اتكلمناش كتير قوي على موضوع الكونكتيفيتي بروتوكول، اللي فيها شرح كتير قوي، ممكن تخش على الانترنت هتلاقي فيه انواع كتير. هنديكم بريف اكتر عنها في ناحيه ازاي تقدر تشتغل لما بنتكلم على الستورج كونسبت في الجزء الثاني عندنا من السلسله الحاليه. كده ملخص اتكلمنا النهارده على الجزء الاولاني من الستورج كونسبت. اتكلمنا فيه على الهارد ديسك تايب، انواع الاي تي اي او ستاتا او سكازي او ساس او سوليد ستيت او ان في مي. اتكلمنا على انواع الريد بشكل سريع، طبعا موضوع الريد لازم تفهمه كويس جدا جدا جدا، راجعه اكتر من مره، الريسورس كتيره موجوده على الانترنت، مفيش اي حاجه ليك عشان تتعلمه. اتكلمنا على موضوع الاي او،
شفنا اهميته الرهيبه جدا. كل الكلام ده قلت النهارده طلعت بس كلمه اي او فهمتها يكفي جدا الهدف من كل الفيديوهات اللي هنعملها. الجزء الاخير شفنا موضوع الكونكتيفيت للستورج بشكل بسيط اللي هي مسؤوله بين الكونكتيفيت بين السيرفرز وبين الستورج او بين البي سي او غيره وبين الستورج عندك وعندك اكثر من نوع من انواع الكونكتيفيت ستورج عندك. كان معاكم خالد دسوقي، شكرا جدا لحسن استماعكم وانتظرونا في الفيديوهات الجايه وما تنساش تعمل شير او سبسكرايب للفيديو عشان يحاول نوصل لاكثر عدد من المستخدمين عشان تعمل فائده عندنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.